واش نعم نعم العودة باش من بعد جات مليحة ترانزيسيون على بالك زعما ترانزيشن راك شايف شانل هذه ماشي ما فندي لها ايديتينغ كدا بصح ذيس فيديو راح تكون ايديتد راك فاهم اوماج اوماج يا خويا نورمالمون معظمكم هنايا على بالهم هاد الفيستا وشنو على بالهم كي يقراو الفيرلس هادية على بالهم واش معناتها الكاسك تحت لاكابيش ودور سو عندنا اليوم 10 فيديوز اللي راك تمنى لو كما شفتهمش بصح انا راح نوريهم لك ليتس جو اما نطون ضحكوا شويه راك شايف الدخله راح تكون فيديو نقول لكم فيها صحه فطوركم وصحه صيامكم ورمضانكم بصح بكل كرنج قبل زحمه السير ورسائل الغير والارسال لسه بخير كل عام وانت بخير ونبقى ديما حاير في الناس اللي تخدم فيديو هكذا ما تعاود تشوفها يعاودوا يشوفوا فيديو وتجيهم يس يس مبوستيها هذه ومن بعد يبوستيو الفيديو ويجيهم غير لي كومونتير العيانين ويزيدوا يحطوهم في صفحات الميمز ويخلوها يس واثق من نفسي انا المهم راك تشوف واش قلت دوك باش ما نبقاش نعاود فيها وكلش راح ينطبق على كاع لي فيديو اللي راح تشوفوهم دوك ومنها نروحوا لهذا الكورتاج تاع العروسه بصح من البي او في تاع الداخل الطوموبيل هي نورمالمون اذا راهي مخطوفه تغمز الزنايه لو كان خطره برك معليش نجونس الكوك الفوضى اللي راهي لداخل ما فهمتهاش كاع لم استطع فهمها باي ذا واي هذا الفيديو كاع من واحد صفحه اسمها يوكرينجي لوست على انستغرام لينك لتحت وكيما هما كتبوا في الديسكريبشن تاع الفيديو تاعهم علاش راهم فيه 5 من اللور نحسب البيبي ياه والبيبي اسكو راهو حي ولا راه ميت وهي علاه راهي قاعده في حجره وهو علاه راه معنق الاخرى والاخرى علاه راهي تفيلمي سيلفي وقتاش كيفاش لاي سبب أوجد حل لهذه الإشكالية أن توكا هذا قاع وما يبهدلش قد ما يبهدل هاد السيد اللي ما نعرفش كون حرش به وقال له باللي قلبي كان مال لا ندافع من لا علاش خنتي لمان الفيديو بنفسها كي تشوفها تخليك تقول بصح المضحك ماشي هي لي كومونتار شفت بالدموع شفت بالدموع تاسيل هكذا من عينيك كنت نقرا فيهم نقرا ونبكي ودوك ندير لكم قراءه خفيفه اللي مير كومونتير كاع وزيد جاوبي تناسقي عندنا الكومونتير الاول وحده قال لك هذا عشق صعيب مي ما نكذبش عليك ماشي صاديفون ومن بعد الباقي كاع يجوا متناسقين عدلان فنجان كسلان سوتيان فلتان طرزان زيد زيبان يا إخوان حديدوان جلجلان جنكيس خان بادنجان فنيان كيتمان آيون مان فشلان بانان أفغانستان زهرة الأقحوان سبايدر مان القيروان جورنان طالبان زعفان سلندر مان دحمان مادلان آي كل ما تحب تعاود تضحك عاودوا لي لهذا الفيديو لهذا النقطة وعاود تسمع لي كومونتير هادو هذا ما كان صح معليش شوف هذا الفيديو اللي هي الكواليس تاع واحد التيك توك ورد لي بالخبر مصاغر خدامة راهي طير صاحبي المشكل في لي كومونتير وحبيبنا ريبوند لواحد فيهم بالك تقول ما يديفونديش على روحه ولا حبيت نريبوندي على لي كومونتير تاع لا ديرنيير فيديو اللي درتها مع شبيه ديدين شوف بزاف دي كومونتير والله الكراف لي كيما هذا مش واش قال كامون 15 ومحمد شعبان علاش كنت كريتيكو في السيد السيد راه شبيه ديدين برك نسيو نوصلو ميساج باللي حنا نقدروا نديرو دي كليب صغار واش حبيت نوصلكم ميساج باللي هذاك الانسان او يتقمص في شخصيته ديدين برك مشي معناتها راهو عايش حياه ديدين انا كي تونيت له رول تاع محمد رمضان مشي معناتها انا شبان محمد رمضان فيقول روحتيكم ليكيب رانا 2023 مسكم نطيح ولا اخلاص يا خاوتي 2023 مازالكم ما يعجبوني هادو اللي كي يحبوا ينورماليزيو اي حاجه يخبطوك بهذيك الكارطه هذيك بطاقه الفخ تاع رانا في 2023 شو اللي حابين نورماليزي لك حاجه بيزار ولا حاجه عيانه تتمتم يجبدها بطاقه فخ
رانا في 2023 خلاص. نعم في هذه الحاله كيف تقمص شخصيه تاع انسان اخر كاع وديرها تا بيرسوناليتي ودير بها كارير ما تتسماش ارت، تتسمى تالنتليس. المهم كنا في الكواليس ياك، شوفوا هذه الكواليس على تيك توك واحد اخر. شوفوا كواليس تيك توك، شوفوا تيجي انا وانت نغرب لي ام ما تيجي انا وانت نغير مود يا رياض يا رياض يا رياض واش راك دير؟ بصح اكسبريسيون فيزاج هذيك معلول جات تضحك. ها شو راهو يقول لها؟ معلوم شيختي معلوم. الكواليس راك شايف، الابداع بحد ذاته بعينيه، هذا هو الفن اللي الناس راهي تدعم فيه. نعم وبالالاف يشوفوا ويتبعوا يعجبهم الفن، الحقهم تيك توك ريون. انا ندير بيب خفيف على روحي، لينك لتحت تاع تيك توكي باش تولي تشوف كونتنت يصلح ماشي نامبورت كو. هذا تيك توك راي بلا ما نكمل ونوري لكم بين بلي كارثه. بصح هاد الحاله فاتت الكوارث، شوف تفهم. تبسمك في لكم وانت دير ابوني ندبر راسي، ما تهضروش في امين رب العالمين واه امين رصين عقل وليد فاميليا. حتى فيكتوريا ناطت من بلاصتها وتتحوس شكون هذا واش راه يقول، علاه راه يكفر، وحبت تكسر له راسه بزوج خبطات. ما تهضروش في امين رب العالمين. بصح صراحه اي ثينك ما قصدوش كاع يكفر، شغل دارها بلا ما فاق تيرا برك باش تلقى فيها هذا ما كان. بصح سؤال اللي راه يدور في راسي، كي عاود شافها هو قبل ما يبوستيها ما فاقش هكذا وقال مع روحه اي تقبتهم قبتها لازم نعاودهم، ولا قال نعلبوها جبدها نقعد نعاود انا نحطها هكذا وخلاص ماش كيتشي فيقو. بصح فاقو، اسمع ليك هاد الفوضى في مصر ام الدنيا. فوضى عارمة وما فهمت والو، والتيك توك المصري بير على الجزائري بزاف. بصح كوم ما تلقى واحد ترندز لي شويه شويه في الجزائر كيما هذيك تاع هي تعشق ارتداء اللون الاسود ولا ما نعرف. وهي تعشق ارتداء اللون الاسود لانها تعلم جيدا انه اللون الوحيد. عايشكم فيكم تحشات لو عن بالو الطفله اللي راح تكون في الفيديو. ما تفهمونيش غلطه، هذه ماشي طفله بصح لا تصنف مع الذكور جو بونس، يعني رايي الشخصي. وفي نفس الوقت هو استعرف انا خاطيني، قال لك هي تعشق ارتداء اللون الاسود. سيد هضر على روحه بضمير، هي استعمل صيغه المؤنث على نفسه وانا علاه. المهم كي كنا صغار كانوا واحد الويب سايت هكذا فيهم نكت جزائريه مضحكه، كنا نقراو فيهم لي بلاغ ونضحكوا هكذا، ومن بعد كبرنا ولي بلاغ هذوك قدامو. بصح لي سيت قعدوا وكاين محارب واحد مازال يفيزيتيهم. راني نخمم في عيد الحب هذا نشري لحبيبتي طوموبيل، بصح راني حاير وينها المليحه تاع لي بيل ولا لي جبد لها الخيط وتطلقها تجري، واش رايك مخاوتي؟ اذا ما ضحكتكش هاد النكته اللي قالها واحد كي يهضر يحترم الفواصل وراح يحس الفكاهه تاعك، اين هو التيك توك الاخراني؟ راح يكون بلا تحراش. هي معلول يجيك الضحك تشوف شغل دير بعد تخمم لها شويه وتقول اوه لا لا اصبر او هذه ما فيهاش. بلا تحراش كاع هذا دوك بنادم عنده تيك توك ويدير به فيديو سيريو ويحطها وكذا، وحتى لو كان راه يحرش برك كاين بوتونسيال كبير بلي راهو سيريو. والطفله صغيره ميم با 18 ان يا هو قد وقد البغل اللي من عيطو دوك الاف بي اي الانتربول بياري اليونيسكو اليونيسف، عيط لهم كاع جدك جيبهم كاع كيما راهم الكي كي كي وجيبها سيريو، لازم هاد البنادم يعسوه. البغل راك كبير احشم محشم يا اللي بيدو فيل. اوكي هذا ما كان الفيديو تاع اليوم، تحبوا نكملوا ديروا هاد العفسي ساديه تاع منك منك، نجيب لكم 10 فيديوهات من البيزار كاع والمهابل كاع تاع اللي نصيبهم ونحرشوا بهم شويه. هيا اوكي سبسكرايب سبسكرايب صافطوركم. سلام رب العالمين.